بسم الله. أنتِ أشهد أشهد أن لا إله إلا الله. الله. أشهد أشهد أن محمدا رسول الله. رسول الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. اللهم اهديهما واهديهما واجعلهما سببا لمن اهتدى. اللهم وفقهما إلى كل خير. بسم الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا محمدا رسول الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. والآن سوف نسأل الأخوات عن إحساسهم بقيمة وفضل هذه النعمة. إن شاء الله سيتفضل الأخ بالكسر وإن شاء الله يترجم لهم. اسألهم عن شعورهم وإحساسهم لهذا الدين. لازم أنا الإمام دي في كل سنة يسدي كويس دي شهادة إن شاء الله. وانا دي لازم أنا كي نس دي في كل سنة دي. نستس مومنتوز أكي. Bueno, ahora tranquilo. يعني هادئة الحمد لله. فريمان كي تنو تو اوبينيون شوفر لا استنتي كومو سي سينتي. ما شاء الله الحمد لله. اذا ان شاء الله في مجلس دعاء ان شاء الله دعاء كورتو اي ديسكوس رسوي زاري مع كل زيرمانس. بارك الله. حقا احساسهم عظيم وهم يرون مستقبلهم ليس كمستقبلنا نحن. يرون على انه مساله عظيمه جليله انهم في حاجه الى ان يدعوا الوالدين تاعهم والاجداد تاعهم والوصل تاعهم وغادي يدخلوا معاهم في صراعات. المساله ليست بهذه السهوله انها كنت انت ماسك ان شاء الله كنت انت ان شاء الله يسبت ان شاء الله اكثر. لان قيمه الانسان كما تحدثنا كثيرا بعمله تجاه هذا الانسان قدر ما يفعل ويعمل الانسان لانقاذ اخوانه من البشر من النار الى الجنه فقدر ما دعا إلى ذلك قدر ما رفع الله عز وجل سعادته وإيمانه في الدنيا والآخرة. نسأل الله عز وجل لهم الهداية والتوفيق. اللهم ثبتهما على الحق. اللهم وفقهم للخير. اللهم ثبتهن على الحق. اللهم يا رب اصلح رأيهما. اللهم اشرح صدرهما للإسلام. اللهم اجعلهن مفاتح للإسلام في هذه البلاد. اللهم اجعلهن دعاة للخير في هذه البلاد. برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.